سامي من دمشق، بداية أرحب بك، وكيف هو المشهد الميداني هذا الصباح وخصوصا فيما يتعلق بالاشتباكات بين الكتائب المقاتلة في مدينة دوما؟ نعم، السلام عليكم. يعني منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة كان هناك اشتباكات عنيفة بين القيادة العسكرية الموحدة وجيش الأمة فيما نشر عفوا جيش الأمة اليوم في صفحته على الفيسبوك إن عناصر تابعة للقيادة الموحدة قامت باعتقال قائدهم أحمد طه ومديرهم الإعلامي. أيضا إضافة يعني الاعتقالات التي طالت العديد من العناصر، طبعا نريد أن ننوه إلى أن مآذن المساجد قالت إن أبو صبحي طه تم قتله، وعناصر القيادة الموحدة طالبوا عبر مكبرات الصوت عناصر الطرف الآخر بتسليم أسلحتهم فورا والاستسلام وعدم المقاومة حفاظا على دمائهم. كما تم اعتقال عدد من قيادات جيش الأمة التابعين للواء سود الغوطة. حقيقة منذ قليل تم إحراق سيارتين مليئتين بالتبغ تابعين لأبو علي خبي، ووجدت في أحد مقراته في مغرة زهران علوش قائد جيش الأمة قال أو أعلن بدء عملية تطهير مدينة دوما والغوطة الشرقية من المفسدين. الكل يعلم أن جيش الأمة يعني غير مرغوب فيه شعبيا في الغوطة الشرقية، وفي وقت سابق القضاء الموحد طالب جيش الأمة بتسليم قيادات لديه وهم مطلوبين بجرائم فساد، لكن لم يعني أحد يستجيب لهذه المطالبات. في خبر عاجل الآن زهران علوش أعلن عن انتهاء العمليات العسكرية التي قام بها اليوم وهي تطهير الغوطة من الفساد وخاصة في مدينة دوما. نعم، إذا زهران علوش أعلن انتهاء العمليات العسكرية في مدينة دوما في خبر عاجل نقلته لنا. سؤال آخر، ضعنا في آخر المستجدات حول الاشتباكات بين الطرفين على باقي جبهات غوطة الشرقية. نعم، يعني حقيقة اليوم منذ الصباح وحتى اللحظة الاشتباكات لم تتوقف في محيط حي جوبر، وخاصة يعني اليوم أو منذ قليل في خبر عاجل الآن وفي هذه اللحظة الثوار يفجرون مبنى كانت تتحصن به كتائب الأسد، وتم التأكد من قتل العشرات ممن كانوا يتواجدون داخل المبنى منذ مازن. هل أنت نعم تفضل مازن، هل أنت هنا؟ نعتذر عن رداءة الاتصال. مستمرون معكم على هوا راديو الكل، تابعونا في حلب على تردد 95.5 FM أو عبر الموقع الإلكتروني www.radioelkul.com. ختاما هذا تذكير بأبرز